السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ ماش اخباركم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي والفيديو ديالي بصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كديري لاباس عليكم؟ ماش اخباركم؟ يا ربي تكونوا باتم الصحه يا ربي. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي، كما كشفتوا ديك الناريات مشيت معاكم، مشيتوا معايا، شديت الرونديفو ديال باش ندير الراديو ديال الكرون. هو اليوم راه الاربعاء ان شاء الله غنمشي نديرو، والله العظيم راني متخوفه لواحد الدرجه وما تصوروهاش، خايفه تنقول اش غيخرج فيا، اش غتخرج النتيجه، واش غيخرج مزيان، غيخرج كلشي هو هذاك، ولا غتخرج شي حاجه شاداني عرفتي الخلعه منين. وانا جالسه تنستغفر وتنطلب الله وتندير باش يا ربي ما تكون حتى شي حاجه هكاك. سبحان الله شدتني واحد الفوبيا منه، ما عرفت شنو راك والله العظيم على غن بحال ما عادش غادي غنمشي ندوز شي امتحان ولا شي حاجه. ولكن راه شي حاجه ديال الصحه ديما تتكون صعيبه، يعني تتقول اشنو غيخرج فيها. والله تنتمناو يكون الخير يا ربي وما تكون حتى شي حاجه. واول حاجه تنبغي نشكركم، ثاني حاجه تنبغي نشكركم بزاف بزاف على الميساجات ديالكم، على الوقفه ديالكم معايا، على التجارب اللي تتعطيوني. دخلوا عندي دريات واخوات، دخلوا عندي الانستغرام وقالوا لي الهام ما عندك مناش تخافي، يعني تيموتيفيوك تيبغيوش يديروا لك داك الخوف، يعني تعطوك التجارب ديالهم. كلي تقول لي راني درتهم من موراها حملت، يعني تيكون غير شي سبب زعما عطاوني بزاف التجارب. تنقول لكم لا لي خطيكم، وديما تنقول لكم لا يخليكم ليا، وراكم تشفر بالراس ورا العادي الا تنحماق عليكم، يعني ديما 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 واقفين في جنبي وديما مسانديني. الله يكثر خيركم، ويلا بلا ما نطول عليكم في المقدمه، بقاو مع تتمه الفيديو وتنحماق عليكم. يلا بقاو خليكم معايا. هادشي البنات شاداني الخلعه والله العظيم بديت نقفقف تنقفقف تنقفقف. دعوا معايا البنات الله يدير لي فيها الخير يا ربي ويخرج كلشي هو هذاك يا ربي. دابا ساليت نعاود لكم من بعد، ها هو الفرم ديالي في هنايا، الله يعمر ليهم الدار. هي معايا وغتبان مهربانه اختي تبغي الله يعمر ليهم الدار. دكتور لا كلشي ايكيب غزال والله العظيم الا غزالين، الله يرحم ليهم الوالدين. يلا البنات خليكم معايا تمشي للدار ونعاود لكم شنو طرا. نشوف كريم فينا هو، ها هو كريم تيتسنى فيا. يلا قالوا لي شي ساعه ونصوني ولك. يلا نمشيو انا البنات. يلا خلصت من المساحه، نمشي للدار ان شاء الله ونهضر معكم ونقول لكم شنو كاين. خليكم معايا بناتي. راه دخلت دابا للدار، قلت نمشي نهضر معكم ونقول لكم النتيجه اللي خرجت في الاشعه اللي خرج ليا الطبيب. عرفتي ولكن راه واحد السهد هاد الايام سبحان الله، عرفتي ولبست انا واحد الجلابه كانت عندي شويه قنبه وسخونه ديال المليفه عرفتي، وندمت جدال بي قديته من المصبره ديال دوك ديريك خف، عرفتي ولبست هذيك صافي الحراره اليوم دازت عليا. ايوا البنات راه كشتوني كيفاش دخلت لاصال، عطوني واحد الطاب ديال البساح ليا وكلشي حيدته. ولكن البنات عرفتي صعيب 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 بزاف لواحد الدرجه ما تصوروهاش. انا مش انا كانوا تيقول لي كاين اللي تيقول لي راه غيجيك ساهل، كاين اللي تيقول لي راه غيجيك صعيب، كل واحد واشنو تيقول. تفرجت الفيديوهات كاين اللي تيقول راه ملات لو دايرين التجارب ديالهم يعني في اليوتيوب. قلت زعما ناخذ واحد الفكره كل وحده واش تقول. ولكن الاغلبيه انا قلت غيكون ساهل، ما نكذبش عليكم انا غاديه
ولكن مني دخلت شدتني واحد الخلعه واحد الخلعه ما نعاودش ليكم بحال غندوز واحد الامتحان ديال الباك ولا راه ما عرفتش واحد الخلعه بحال شي حاجه وليت جالي دوك التخيل اش غيخرج اش غيخرج في هذا الراديو يا ربي يكون مزيان بقاو عندي هذا وتنقول الله يسمح لينا من الوالدين والله العظيم الله يسمح لنا من الوالدين الله يسمح لنا من الوالدين حقاش راه بصح الانسان الامهات ولا هكا راه تيتمحنوا تيتمحنوا تشوف بنادم تيجري باش يولاد ونيتي ولاد راه ديال الولاده زعما الانسان تيتمح الله يسمح لنا من الوالدين والله يرضي على كل واحد والله العظيم يعني هالتجربه عطي حسستني بواحد الاحساس بحال دارت لي عقلي والله بحال وليت نفكر بواحد وليت حساسه في هذا الموضوع قسما بالله البنات عرفتي ملي دخلت اول بعدا مني داروا لي عرفتي حسيت بحال الضو تيضرب ليا الضو عرفتي شفت تلغوت على المطاب جديد يعني الغوت الغوتي كاع ديك البصح حس معات تلغوت يعني تنغوت لواحد الدرجه ما تصوروش عاد كون كنتو معايا وكراكم تبعتو عليا وطاش بيا ودي على ايلام في راهي زعما الي بيوتي وضحكوا النشاط والله العظيم مشى مني الضحك ومشى مني كلشي ولكن ديك المساحه الداخله الله يعمر ليهم الدار لا من ليكيب ديالهم لا من الفرميات هم غزالين وظريفين عرفتي يعني ملي كانوا تيديروا لي داك الاباراي هكا ملي تيديروا لي من تحت عرفتي بزاف زعما تيهضروا معايا باش نساوي والفرميه زعما تتواسيني وهكا يعني زعما تيواسيو لي والو خويا تكون ما قدرت تصبر اويلي راه جاني اختي الوجع بحال تاع الولاد واخا ما والداش جاني اختي الوجع بحال ديال بنادم تندير واه واه ما طاب جدي الغوتي تسمع بعد اول حاجه شنو خرج عندي البنات كان عندي مشكله البنات اول حاجه فاش غيديروا لي البرودوي اول حاجه البرودوي ما مشاش يعني تشتت في البديه ما بغاش يدخل ليهم البرودوي ابدا يعني لقاو مشكله عاودوه المره الثانيه عاودوا لي الايطاب من الاول يعني دعتي داك المحين وكامل اللي صبرت في الاولاني داك الما ما داش عاوتاني داروا المره الثانيه عرفتي من المره الثانيه داروا بحال شي ضوء عطاني بحال واحد الضوء قلت واه كديره معاك تيقول لك ديري يدك فوق راسك درت يدي فوق راسك طلقت يدي درت واو عرفتي واحد الغوته ما نعاودش ليكم عرفتي راه قالوا لي راه كانت عندك بحال الوالده كانت عندك مسدوده يعني الوالده مسدوده ما هاي هو الكرون الوالده هنا مسدوده يعني ما عندك كيفاش حتى حاجه دوز هذاك البرودوي دوز مني عاودوا المره الثانيه بحال مني دار دخل بحال عطاني واحد الضو بحال عاد دوز بحال عاد بحال دارت هذيك البلاصه بحال تفلكات وعاد دازو من الكرون قالوا لي الكرون راه تيدوز ولكن كانت عندك بحال شي لحمه ولا شي حاجه بحال بوشونه قال لي بحال بوشونه كانت عندك كانت حابسه عرفتي راه شنو ولا شي نوريكم الراديو ما عرفتش نشوف ها هو الراديو ها هو راه غيبان لكم هنايا ها هو غيبان لكم شوفوا هنايا شي كي محبوس شتو كي هادي في الاول ديال الوالده كيفاش دايره ها هو كيفاش محبوس ها هو كيفاش عاوتاني محبوس شتو هنايا تشتت ليهم هنا تشتت لهم عاد دخل هنايا مشى عرفتي راه وعاد هنا يبدا عاد بدا تيدوز هنايا راه على شفتو راه غيبان لكم بلاتي ما بغيتش نشرح لكم مزيان باش تشوفوا بعدا كانت شي حاجه حابسه بعدا راه شي حاجه كانت حابسه تدار لي المره الثانيه عاد تسرح صافي مني قالوا لي عرفتي على سلامتك قالوا لي بعدا مني جيتي زعما مني جيتي درتي هذا الراديو يعني كان عندك مشكل كبير قال لك واخا تبقاي داوي واخا تبقاي بحال هكا ما عمرك تحملي يعني هذا الراديو بحال فك لي بزاف المشاكل والله العظيم الحمد لله كنت متخوفه ولكن بعدا تقدر تكون نتيجه اللي زوينه وان شاء الله نقدر نولاد باذن الله صافي البنات مني سالا قالوا لي سيري تترجعوا تاخذي التحليله من رجعت دخلتني الطبيبه لتحت باش دارت لي التلفازه سولتني قالت لي شنو يعني واش تجيك حرق البوله هكا واش تحسي بشي حاجه عاد عندك الالم قلت لها 9 ساعات نحس براسي عيانه مدقدقه صافي دارت لي التلفازه قالت لي كلشي وداك وهي فاش شرحت لي صافي هادشي اللي كاين البنات راه كلشي خرجوا لي دابا هادشي خاصي غير ندير الطبيب الحمد لله والشكر لله بغيت نشوف كاينه شي ورقه هنايا نوريكم ما شنو فيها لا هادي غير ديال الطيشه مصابه شي ورقه صافي هادشي اللي كاين البنات هذا هو تجربتي ديال هاد النهار
نتمنى تدعوا معايا وتوقفوا معايا وبالدعوات ديالكم وبالدعم ديالكم، راني مازال مستمره اللي يخطيكم عليا. وتنشكركم بزاف 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 على الـ على الـ على الميساجات اللي تتخليو ليا وتقولوا لي الا ما تخافيش راه غيدوز كلشي ساهل. تنقول لكم الله يرحم لكم والدي والله يجعل لكم في ميزان حسناتكم. والله العظيم شحال من اخت دوات معايا ونصحاتني وهكا وقالت لي شمن من صحات تمشي، كل وحده كعطاتني التجارب ديالها. يعني داك النهار فاش بارطاجيت معكم مشيت درت الرادو ديال رونديفو ديال الكرون كلشي دخل عندي وتنصحني. الله يرحم لكم الوالدين. وبلا ما نطول عليكم البنات نقول لكم تهلاو لي فراسكم وفي فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش من الدعم ديالكم ولي لايك ديالكم الله يخليكم ليا. وبزوات كبيره لكم، بسلامه عليكم، تهلاو لي فراسكم. باي باي، بسلامه.